الدائرة الانتخابية سيدي بوزيد الغربية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد. العدد الجملي للناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية 78,068 ناخب. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 10,558 ناخب. عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين بالدائرة 10,183. عدد أوراق التصويت الملغاة 249. عدد أوراق التصويت البيضاء 126. تقدموا 18 مترشح، وتبعا لعدم الحصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة ستجرى دورة ثانية بين من تحصل على أغلبية الأصوات بين المترشحين شفيق زعفوري وخليفة الطويل. دائرة انتخابية سيدي بوزيد الشرقية سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد. العدد الجملي للناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية 55,504. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 8,052. عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين بالدائرة 7,714. عدد أوراق التصويت الملغاة 243. عدد أوراق التصويت البيضاء 95. وتبعا لعدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة ستجرى دورة ثانية بين من تحصل على أكثر الأصوات بين المترشحين عبد الستار زارعي وتهامي عبدولي. الدائرة الانتخابية جلمة سبالة أولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد. العدد الجملي للناخبين المسجلين 45,411 ناخب. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 8,552. عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 8,259. عدد أوراق التصويت الملغاة 218. عدد أوراق التصويت البيضاء 75. تقدموا 13 مترشح، وتبعا لعدم الحصول على الأغلبية المطلقة بهذه الدائرة ستجرى دورة ثانية بين من المترشحين الذين تحصلا على أكثر الأصوات وهما صالح سالمي وعبد المولى بوبكر. الدائرة الانتخابية بير الحفي سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد. العدد الجملي للناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية 48,014. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 9,680. عدد الأصوات المصرح بها 9,359. عدد أوراق التصويت الملغاة 230. عدد أوراق التصويت البيضاء 91. تقدموا 11 مترشح، وتبعا لعدم الحصول على الأغلبية المطلقة ستجرى دورة ثانية بين المترشحين الذين تحصل على الأغلبية الأصوات وهما جلال خدمي ومجدي جابلي. الدائرة الانتخابية منزل بوزيان المكناسي المزونة من ولاية سيدي بوزيد. العدد الجملي للناخبين المسجلين 56,321. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 12,918. عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 12,562. عدد أوراق التصويت الملغاة 269. عدد أوراق التصويت البيضاء 87. تقدموا 11 مترشح، وتبعا لعدم الحصول على الأغلبية المطلقة ستجرى دورة ثانية بين المترشحان اللذان يتحصل على أكثر عدد من الأصوات بين بدر الدين جمودي وعلي الفهم. الدائرة الانتخابية الرقاب السعيدة أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد. العدد الجملي للناخبين 64,685. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 11,381. عدد الأصوات المصرح بها 10,960. عدد أوراق التصويت الملغاة 287. عدد أوراق التصويت البيضاء 134. تقدموا 11 مترشح، تبعا لعدم الحصول على الأغلبية المطلقة ستجرى دورة ثانية بين المترشحان اللذان أحرزا على أكثر عدد من الأصوات بين خالد حكيم مبروكي والعربي قادري. الدائرة الانتخابية جندوبة من ولاية جندوبة. العدد الجملي للناخبين المسجلين 83,258. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 7,213. عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 6,798. عدد أوراق التصويت الملغاة 264. عدد أوراق التصويت البيضاء 151. قدموا 8 مترشحين، وتبعا لعدم الحصول على أغلبية المطلقة ستجرى دورة ثانية بين من تحصل على
أكبر عدد من الأصوات وهما حاتم الهواوي وحسن عيادي. الدائرة الانتخابية جندوبة الشمالية فرنانا من ولاية جندوبة، العدد الجملي للناخبين المسجلين 84710، العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 7467، عدد الأصوات المصرح بها 6791، عدد أوراق التصويت الملغاة 486، عدد أوراق التصويت البيضاء 190. تقدموا 5 مترشحين، وتبعا لتحصل المترشح محسن هرمي على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوزه بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية جندوبة الشمالية فرنانا من ولاية جندوبة. الدائرة الانتخابية طبرق عند راهم من ولاية جندوبة، العدد الجملي للناخبين المسجلين 66939، العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 8869، عدد الأصوات المصرح بها 8373، عدد أوراق التصويت الملغاة 334، عدد أوراق التصويت البيضاء 162. تقدموا 10 مترشحين، تبعا لعدم الحصول على الأغلبية المطلقة ستجرى دورة ثانية بين من تحصل على أكبر عدد من الأصوات وهما هدى سومري ومحمد اليحيوي. دائرة انتخابية غار الدماء واد مليز من ولاية جندوبة، العدد الجملي للناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية، العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 8362، عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 7930، عدد أوراق التصويت الملغاة 257، عدد أوراق التصويت البيضاء 175. تقدموا 10 مترشحين وستجرى دورة ثانية بين من تحصل على أكبر عدد من الأصوات وهما رؤوف الفقيري وعبد اللطيف مرزوقي. الدائرة الانتخابية بو سالم بلطة بوعوان من ولاية جندوبة، العدد الجملي للناخبين المسجلين 56440، العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 8347، عدد الأصوات المصرح بها 7939، عدد أوراق التصويت الملغاة 278، وعدد أوراق التصويت البيضاء 130. تقدموا 9 مترشحين ستجرى دورة ثانية بين من تحصل على أكبر عدد من الأصوات وهما صلاح الفرشيشي وسامي سكوحي. الدائرة الانتخابية منوبة من ولاية منوبة، العدد الجملي للناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية 67103، العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 4633، عدد الأصوات المصرح بها 4179، عدد أوراق التصويت الملغاة 261، عدد أوراق التصويت البيضاء 193. تقدموا 5 مترشحين ستجرى دورة ثانية بين من تحصل على أكبر عدد من الأصوات بين أسماء الدرويش وعبد الناصر التيجاني. الدائرة الانتخابية دوار هيشر من ولاية منوبة، العدد الجملي للناخبين المسجلين 61246، العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 4538، عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 4218، عدد أوراق التصويت الملغاة 194، عدد أوراق التصويت البيضاء 126. تقدموا زوز مترشحين، تبعا لتحصل المترشح علي بو زوزية على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية لسنة 2022، تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوزه بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية دوار هيشر من ولاية منوبة. دائرة انتخابية واد الليل من ولاية منوبة، العدد الجملي للناخبين المسجلين 43671، العدد الجملي للناخبين 6059، عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 5643، عدد أوراق التصويت الملغاة 284، عدد أوراق التصويت البيضاء 132. تقدموا 9 مترشحين، وتبعا لعدم الحصول على الأغلبية المطلقة ستجرى دورة ثانية بين من تحصل على أكبر عدد من الأصوات وهما محمد علي السعيدي ومريم الشريف. الدائرة الانتخابية المرناقية برج العامري من ولاية منوبة، العدد الجملي للناخبين المسجلين 42052 ناخب، العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 6699، عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 6244، عدد أوراق التصويت الملغاة 334، عدد 36.
عدد أوراق التصويت الملغات 457. عدد أوراق التصويت البيضاء 166. تبعاً لعدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية بين كل من نبيل حامدي وسالم نصر الله. الدائرة الانتخابية شبيكة حفوز من ولاية القيروان. العدد الجملي للناخبين المسجلين 53,125. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 10,115. عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 9,631. عدد أوراق التصويت الملغات 376. عدد أوراق التصويت البيضاء 108. وتبعاً لعدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الدور الأول، تنظم دورة ثانية بين كل من خليل ساقة ولطفي السعداوي. الدائرة الانتخابية العلاء حاجب العيون من ولاية القيروان. العدد الجملي للناخبين المسجلين 47,038. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 10,819. عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 10,171. عدد أوراق التصويت الملغات 542. وعدد أوراق التصويت البيضاء 106. وتبعاً لعدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية من الدور الأول، تنظم دورة ثانية بين كل من وليد حاجي ومحمد علي السبوعي. الدائرة الانتخابية نصر الله منزل مهيري شراردة من ولاية القيروان. العدد الجملي للمسجلين 45,802. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 7,008. عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 6,636. عدد أوراق التصويت الملغات 283. عدد أوراق التصويت البيضاء 89. وطبعاً لعدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الدور الأول، تنظم دورة ثانية. إذن أنهينا من تلاوة القرار الترتيب المتعلق بالإعلان عن النتائج الأولية. طبعاً سوف يقع نشره كما ينص على ذلك القانون الانتخابي، وندخل في مرحلة نزاعات محتملة في النتائج الأولية المعلنة عنها أمام المحكمة الإدارية في طورين ابتدائي واستئنافي، عملاً بمقتضيات الفصول من 145 إلى 148 من القانون الانتخابي. إثر ذلك يقع الإعلان عن النتائج النهائية وعن رزنامة الدور الثاني للانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب من طرف مجلس الهيئة. شكراً لكم على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.